في المحافظات الجنوبية تحديداً، حيث سجل عدد من المواطنين مقاطع مصورة لظهور الأفاعي في منازلهم بسبب الحرارة المرتفعة. مواطن قتل ثعباناً بعد أن شاهدته طفلته ليلاً في مطبخ المنزل تحديداً في القادسية جنوبي العراق. هاي الحي اليوم شافتها من ناوي، وقالت لي بابا هاي حيه بالمطبخ قتلتها. هاي سبب الحار طلعت هاي الحيه.